الزر، صباح الورد، صباح التيسير يا اختي، صباح النهار، صباح الضبابه يا اختي، الضبابه سخونه. المهم كي دايرين، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ بخير اختي، هانيين الحمد لله، الشكر لله. المهم مرحبا بالناس الجداد اللي جاوا عندي ونضافوا في القناه، مرحبا بكم، الدار داركم، احنا وينا اصدقاء. الا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي، ما تنساش اللايك والاشتراك والبارطاج باش دائما نوصل الجديد ديالي ان شاء الله. المهم البنات، غادي دابا خارجين الضبابه. المهم عندنا الضبابه شي شويه اليوم، ولكن سخونه صراحه الضبابه، الجو في الشتاء ولكن سخونه. المهم خارجين، درنا الغديوات هنا، تغدينا وخارجين، غادي نمشي واحد الباركين هنايا، غادي نمشي نتغداو برا. واخا الجو ماشي فيه الشتاء بزاف، ولكن المهم ديال الخروج صراحه ديال الخروج، غادي نمشيو نتغداو برا، وغادي ديك اختي معايا باش تدوز معانا معايا ومع وليداتي المغير ديالنا، ونشربوا الاجواء ان شاء الله، نفرحوا كاملين، وندير فيك اختي الحماس انت باش انت شي نهار نوضي هكدا طيبي شي غديوه وتخرجي بوليداتك وتمشي مع راسك اختي، وغير ما كانش عندكش راجل. المهم سيري غير مع وليداتك، فرحي وخرجي ونشطي مع راسك ودي الاجواء. ايوا وهادشي اللي كاين. ايوا حنايا غادي بواحد المناسبه ديال بنتي فرحات، الحمد لله الشكر لله نجحت في الترمي، عقبال عندي بنياتكم ان شاء الله، الا كانوا وليداتكم كيدوزو الترمي ولا كانوا كيقراو الله ينجحهم والله يفرحهم، اللي حملنا الله يفك على خير، واللي كيتمنى شي حاجه يا رب العالمين يحققها ليه ان شاء الله. المهم حنا خارجين دابا وغادي نشارك معايا الاجواء ديالي. يلا يا اختي معايا مشي تفوجي، يلا الا قمتي يلا يا اختي مشي تفوجي معايا ونوريك الطبيعه كي دايره عندنا حنا والاجواء والدنيا. المهم يلا اختي يلا، خير حيدي منك داك العكس، حيدي حيدي يلا. صراحه انا كنشد القطه بعد ما الصراحه، ولكن المهم مره كنخلقوا الاجواء بزز، حيت المورال الكاني الا ما طلعتيش بزز ما اختي ما كيطلعش في الدنيا هذه. المهم نوضي اختي، ما نلبسي جلابتك ولا باش جلابتك، ما نلبسي سبرديلتك ولبسي الشانطال ديالك، والله معايا يلا. المهم خليك معايا. المهم البنات، ما عرفت واش نبكي ولا نضحك، قسما بالله العظيم عمركم سمعت داك المشاكل، داك المثل اللي كيقول لك من كثرة الهم كتضحك، وهي ديالي. بديت معكم الفيديو بخير، حنا خارجين في امان الله، غادي نمسع نوريكم الطبيعه فين وصلنا، في امان الله وداك الشيء. المهم غاديين فرحانين، غنديكم معايا ساعه، وقفنا كاملين في الطريق. المهم وصلنا قربنا البارك، انا غادي نصور لكم تشوفوه باش نعطي لبنتي الطوموبيل باش مشي تطلق يديها، حيت نجحت في البيرمي خاصها تطلق يديها في الطوموبيل باش تقدر تشري ديالها. يلاه جلست ديمارينا، بغات تركب الكاخه وهي تخسر. انا غادي نسمعكم باش تشوفوا. المهم هيا ديماري، كديماري هاهي اختي، كديماري ياك. انا غنسمعكم دابا باش غادي نحيد سميتو الفرينا مالو باش نزيد الطوموبيل. سمعو سمعتو؟ يلاه حطات رجليها في الطوموبيل، يلاه حطاتها، يلاه ديمارينا، بغينا نقولو بسم الله وهي تدير هاكا. المهم حنا دابا عيطنا لكروه، هاهي غادي دابا نجي الغدا، كنا تغدينا، انا غادي نوريكم كيفين تغدينا، غادي نوريكم زعما بعض المرات لي يطلب يطلب غير الصحة والسلامة. المهم انا غادي نوريكم تشوفوا الاجواء كي دايره. غادي نشرب واحد الكاس ديال اتاي بعدا اللي كنت جبتو معايا نبرد به. الصراحة اش غادي نقول لكم، لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هادشي اللي كاين. المهم اختي غنشرب كاس ديال اتاي على ما تجي القروة، هو هادشي اللي عطا الله. بسم الله ديما ديروا في بالكم، ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، غتكوني غاديه في الطريق وكتولي في الطريق، هادشي اللي عطا الله والحمد لله، تجي غير في اي حاجه ما تجي في الصحه. المهم خليك مع الفيديو، انا والله العظيم جاني الضحك حيت انا بحال هادشي هذا دايز عليا شحال مره، وكانت دارت وقعت ليا، كنت غاده للمغرب، كنت جايه من المغرب وقعت لي في الطريق في سلامانكا، وقع لي نفس الديكور، وبت في الزنقه، وبت في واحد البويبلو في البنك انا وراجلي ولادي. المهم اش غادي نقول لكم، رانا كنت ديجا حطيت الفيديو وحكيت القصه كيفاش توعدتنا في الزنقه، عبتنا في الزنقه كل شيء. المهم الحمد لله والشكر لله،
دابا انا من كثرة المشاكل اللي كانوا كيتجيوني دائما غير كانت دابا كنشوف شي مشكل كيجيني الضحك حيت المشاكل بعض المرات كيولفوا. ولكن باش نقول لكم باش تواجهي المشاكل وما يوقع فيك شي حاجه الله يحفظك تطلق لك شي عرق في الراس ولا يسكت لك القلب، ضحكي وتكالمي. لما بغاش تخرج لك الضحكه تكالمي، لان اي مشكله عندها الحل، وما كتب لك ربي ديك المشكله الا شي سبب عليها. انا دابا خسرت لي الطوموبيل هذا النهار، كانت بنتي غتمشي لهنا تمشي تحرك الطوموبيل يعني باش تلاقي يديها، خسرت لي الطوموبيل. حنا ما باقي لنا والو، لا كتب الله نمشيو للمغرب ربما فيها خير. خسرت لي هنايا دابا في اسبانيا قبل ما تمشي تخسر لي في المغرب، لان بيني وبينكم كاين شي تقرقير كتب بعض المرات كديروا. اللهم تخسر لي اختي هنا ولا غتمشي تخسر لي ثاني عاد في الطوبيه والروينه وما هي ما لونوها. المهم حالتنا حالة الله، الحمد لله والشكر لله. شربوا اتاي. المهم حنايا وصلنا لهنايا هذا الباركي. الناس اللي كاين هنايا في سانتاندر كيعرفوا هذا الموضع. المهم الطريق هذه كتطلع على الباركي، غادي ندورو من هنايا وغنطلعوا لواحد الموضع كاين الفوق اللي كيبين الفيلاج من الفوق كلش، واحد المنظر واعر غزال. ايوا الحبه ديالي خسرت لي الطوموبيل، احنا دابا حيدناها من الطريق. احنا دابا جينا في هذا الموضع هذا هنايا، تبارك الله الطبيعه غزاله ما نقولكمش. نهار الشتاء واخا ما كاينه الشتاء ولكن ماشي شي شتاء تال تما. المهم جينا هنايا، جيت حدا هاد البوليغانوس هنايا حيت من هنا غندوزو، وقفت لينا اختي الطوموبيل. من غدا كنا كنتغداو، اش غادي نقول لك، واحد الحاله حالتنا. المهم تغدينا واحد الغدا غير هم ماشي تال تما. المهم كنا جايبين هنايا راه كليت ديك الفروته اللي قسم الله. المهم هنا كنجم التفاح، الكيسان ديال اتاي، السلطه حتى هي ديال الفلفله مشويه، ها هي حتى هي سلطه حتى هي راه جبتها. ايوا جبنا اختي هنا الطيرموس ديال اتاي هنايا. المهم الغداء جبنا هنايا الغداء ديالنا باش نتغداو. المهم راه كليناه بالزربه، حالتنا حاله. المهم الخبز درنا المركبه ونا سريناه، شويه ديال الفيتا، شويه ديال التخربيق التوتي وداكشي. ايوا وقفت لينا اختي الطوموبيل هنايا. دابا حنايا غادي عيطنا للقروه، كنتسناو فيها تجي باش غادي نشوفو الديفو منايش. المهم هنايا هانتوما حنا دابا طرفناها لهاد الشي هنايا باش مات باش نحيت الناس كيدوزو من هنايا ومشيو ويجيو، وبناتي حتى هما فهمتي. بنتي الكبيرة تعصبت حيت هي اللي ركبت الطوموبيل بغات ديماري، مسكينة فرحانة. ايوا معليش. المهم حيدنا من الطريق هنايا، راهم ضركو ما كيبغيوش يبان حيت معصبين. المهم الاجواء هنايا نتوما كتشوفي اختي، ها الربيع هنايا، الطبيعه غزاله فنه فنه. ايوا ولكن ما عندي ما نقول لك. المهم هادشي اللي عطى الله، نكملوا الفيديو. صافي القروه هي جات هزاتها لينا. المهم باش تكون عندكم واحد المعلومه، انا بالنسبه للعيات انا غنهضر بالنسبه للعيالات، القروه ملي كتعيط عليها راه كتقول لك قولي الطير فين غتديه، يعني الميكانيك الكراج اللي غتديها ولا البلاصه اللي غتديها، خاصكم تحطوها في الميكانيك اللي غادي يصوبها لكم، حيت القروه الا هزاتها وداتها لكم واحد الموضع ما غاديش تجي مره اخرى تهزها وتهزها ثاني تهز لكم الطير، كتهزها غير مره واحده فقط، حيت القروه عندنا ثلاثه المرات فابور، تفوتي ثلاثه المرات غادي تخلصيها. المهم كنحمد الله ونشكره شي هاد الدنيا هادي، دائما ربي كيسخر لينا شي حد اللي كيكون خير ومفتاح الخير وفكك الوحيل. كنحمد الله ونشكره ملي لقيت الانسان اللي كيعاونني وقف معايا وزعما شد بيدي وقف معايا باش صوبها ليا، الله يكثر خيره والله يخلي لي صحيحته والله يوقف معاه يا ربي في حياته. المهم هي صوبتها، هذه هي البياسه اللي خسرت ليا، ها هي هادي كتكون هنايا في سميتو في الكاخه اللي قريبه للديسك. المهم هادي تكلات ليها شتي، هادي ما بقاتش كدور تكلات، وهي دابا صوبها ليا الميكانيك الله يكثر خيرو، ميكانيك مغربي. المهم دار معايا ثمن مناسب الله يكثر خيرو. المهم انا غادي نزيد نشرح لكم مزيان. المهم هادي عقلوا على هاد البياسه، انا راه ديجا صوبها ليا دي اسبانيولي ب 800 اورو، ضحك عليا واحد الضحكه اللي ما هياش. من بعد انا غادي نكمل معايا الفيديو. بنات المهم كتقولي لي كتضحكي وخاصه لك الطوموبيل كتضحكي،
نضحك. المهم الحمد لله شكون اول حاجه ان بعد حال هاد المشاكل كما قلت لكم انا ديجا المهم هذا راه نهار ثاني انا كنصور معك لا غدا ليه ديال الطوموبيل اللي حطيت لكم المقطع ديال البياسه اللي خسرات. اش نقول لكم المشاكل راه قال لك كثرت الهم كضحك. انا كنت قلت لكم في البارح دابا انا هذا المشكل ديال الطوموبيلات ديال الحديد هكا تيخسر ما بقاش كيأثر فيا. قبل كان تيأثر فيا وكنت كنبكي. دابا بنتي البارح بكات بزاف لان اول مره وقعت ليها اول مره طلعت الطوموبيل وهادي جاتها في الشكل. دابا انا ما صافي الصدمات ما بقاوش كيديو مني بحال قبل ما بقاش دابا كيديو مني الصدمات تماما. بديت كنضحك ليهم علاش داكشي اللي داز عليا كله في الحياه ديالي وليت غير شويه كنخاف يطرطق لي شي عرق في الراس ولا يقف لي القلب من الموت ديال الاب ديالي. ما بقيتش كنقدر نجلس نبكي دابا على المشاكل. المهم البنات كنحمد الله ونشكره السيد صوبها ليا هالبياسه اللي وريتكم هاي وريتها لكم. هدرت معاه والسيد هدرت معاه وكل شيء اللي كونفيونس وقف معايا داكشي. نفس البياسه اللي خسرات فاش كنجي من سلامانكا في الطريق غادي يردوا البال راه بزاف الرجال والعيت هما كيتقالبوا في هادو. نفس البياسه اللي خسرات قبل صوبها ليا ب 800 اورو حيت هي الديسك هنايا الديسك ديال الطوموبيل اي ديسك كيتصاوب كله ب 600 اورو غالي باش تصاوب الديسك ديال الطوموبيل كيسوى غالي. كنحمد الله ملي شكرو ملي خسرت غير هادي. قلت لكم انا نفس المشكل وقع لي من قبل هادي عامين فاش كنت جايه من المغرب اللي انا حطيت لكم الفيديو انا غنحط لكم في صندوق الوصف المشكل كيفاش وقع الرقم اللي عيطت والمهم القصه كامله. هو باش عارفي راه تصبليون كون منهم اللي كيقولبوك العيات كي المهم قالك ما بين البيع والشاري الغفله الله يجعل من الغفله ما بين البيع والشاري. المهم الميكانيكو الصراحه زعما الا ما رديتيش معاهم راسك وكان شي حد كونفيونس وتقولي زعما تنصارات وما راه كونفيونس ولا والله حتى يزبروك. انا دابا هاد البياسه هادي كنصوبها لي قبل فاش خسرت لك كما قلت لكم في الطريق صوبتها ب 800 اورو. دابا هادي مغربي ما خدمه كيخدموش بالساعه لا والو غير كونفيونس وثقه وكنعرفوه صوبها لي بواحد الثمن بسيط. كنحمد الله ونشكر خلص لي البياسه ديالو خلص لي هدو دغيا صوبها ودغيا قادها. حكيت ليه نفس الصداع نفس التقرقير نفس المشكل اللي انا ضحك عليا فيه صبليوني ومغربي صوبوا لي بثمن مزيان غير باش عارفوا بان راه المجال هاك ديال الحديد اللي بغات تصاوب اللي بغات تكسب طوموبيل مثلا اللي بغات دير طوموبيل راه بزاف ديال المشاكل كيوقعوا وبالخصوص الميكانيكوس اللي ما كانش كونفيونس والله حتى يزبروك. تكون بياسه صغيره يحسبها لك هو ما عرف شنو. شحال نقول لكم الحمد لله والشكر لله ملي خرجت سليمه والمشكل وقع انا باقي هنا في اسبانيا الحمد لله نشكر الله ملي وقع هنايا باقي ما مشيتش للمغرب. راه كان بامكان هذا المشكل هذا يوقع لي في المغرب في الطريق غنكون غدا للمغرب حيت باين غادي تخسر غتخسر يوقع لي في الطريق نكون غدا للمغرب وما هي ما لونها عاوت عيطتني القروه وبزاف ويخسر لك البلان ديال السفر والروينه. وانا كنسكن هنايا الجو زوين هنايا وما تحت راه واحد الحراره ما نعاود لكش خصك تدي لوطيل والروينه والمشاكل زعما لا اله محمد رسول الله. شنو نقول لكم المشاكل دائما انا كما قلت لكم دائما استقبلوهم ماشي باش تضحكي ليهم. راه قال لكم كثرت الهم كضحك راه كنت قلت لكم ديك النعاش انا بقيت كنضحك في ديك الساعه اللي خسرت لي الطوموبيل لان صافي انا ما بقاش عندي داك المشكل باش توقع لي شي مشكله نبدا مصدومه ونغوت ونبكي. لا صافي انا وليت عندي واحد المناعه قويه تقويت من بعد الموت الاب ديالي ومشيت وصلت للموت ورجعت تقويت ما نكذبش عليكم. دابا ولا بحال هاد المشاكل هادو كيجيني عاديين ما نطلبوا الله غير الصحه والسلامه والعمر والفلوس اي حاجه كتصاوب. هادشي اللي غنقول لكم انا وريت لكم البياس وهاد الفورد هادي انا عندي الماركه الفورد هاد الفورد الماركه ديال طوموبيل فورد راه كتخسر لهاد البياس هادي دائما. هاد البياس الديفو ديال هاد فورد هادو كيخسر لهم هاد البياس هذا كيبقى واحد المده وكيخسر لهم ما كيبقاش كيتمشى
غير باش تاخذوا هذه المعلومه وديوها في بالكم، باش اللي باغي يشري مثلا الفورد راه هذا النوع هادو كيخسر ليهم. انا المهم كنهضر على راسي، انا كنهضر على التجربه ديالي وعلى الطوموبيل اللي عندي ها شنو كاين. شي حد عنده فورد يقول لي لا ولا ولا، انا المهم كنحكي لكم عن التجربه اللي انا عشتها، ونحمد الله ونشكره ملي خرجت الامور هكذا سلمى غانمة، وما كاين حتى يعني الحمد لله والشكر لله. وهذا الشيء اللي كاين انا واقفه واحد الموضع واقيله كان بنادم كيبغى يدوز بحال كنزير ما كنخليش يدوز. المهم كان هذا هو اخر الفيديو، كنتمنى يا ربي يعجبكم، وما تنسوش الله يكون الاشتراك والبارطاج، ودائما باش يوصلكم الجديد ديالي وهذا الشيء اللي كاين. والمهم الا وصلتي حتى لهنا انا عطيتك